بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وأخواتي، أسعد الله مساكم بكل خير. معاكم الفايس بريزيدنت محمد عيد من دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا اليوم شباب جاي أشارككم خبرتي، الحمد لله اللي كانت تقريبا 15 سنة في مجال النتورك ماركتينج وفي التجارة الإلكترونية بشكل عام. واليوم احنا جايين نستثمر وقتنا مع بعض عشان نعرف كيف ممكن في وقت فراغنا نستفيد منه بشكل كبير. اليوم شباب الفرصة اللي راح أعرضها عليكم لمشروع شركة دوبل العالمية. طبعا قبل ما أبدأ أتكلم في الموضوع بشكل عام، راح أتكلم عن موضوع دوبلي وفكرة دوبلي وشو الأشياء اللي ممكن أنتم تستفيدوا اليوم منها في وقت فراغكم ويكون عندكم فعلا فرصة دخل حقيقية. أول حاجة طبعا بشكل بسيط، فكرة دوبلي هي تسوق أفضل لحياة أمثل. طبعا هذه بعض الحقائق والإثباتات شباب اللي موجودة عندنا في العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا، اللي هو على سبيل المثال الناس لن يتوقفوا عن عمليات الشراء، ما دام الانسان عايش فهو لازم يتسوق ويعمل شوبينج. الحاجه الثانيه، المستقبل للتسوق عن طريق الانترنت، الحين اصبح الانترنت كل شيء في حياتنا. الحاجه الثالثه طبعا التطور السريع والهائل للتجاره الالكترونيه، وظاهر التسوق عن طريق الانترنت قاعد تتطور وتنتشر بشكل سريع جدا. وفوق هذا كله، هاي بعض الإحصائيات العالمية اللي ممكن تروحوا على موقع إي ماركتر، واحد من أكبر المواقع في العالم، اللي قاعد يذكر لنا الحين كم معدل التسوق عن طريق الأونلاين في العالم، تمام؟ فهذه بعض الإحصائيات العالمية اللي أنتم كمان ممكن تستفيدوا منها. في آخر إحصائية تقريبا حوالي قبل فترة معينة، فترة بسيطة، تجاوز في سنة 2016 عدد التسوق عن طريق الإنترنت في العالم ككل أكثر من 2 تريليون دولار. فإحنا قاعدين نتكلم شباب عن أرقام كبيرة جدا وإحنا لسه في 2016. السؤال يطرح نفسه شباب حاليا، هل ترغب بالحصول على نسبة من هذه الأرقام أو المبالغ؟ طبعا كل واحد يقول لي نعم. أنا شخصيا مش طماع، لو بالنسبة لي أنا مثلا حصلت على 0000001 من هالأرقام فهي أرقام كبيرة جدا. بالإضافة طبعا هذه بعض المحفزات التسوق عن طريق الإنترنت، ليش الناس حاليا انطلقت وتوجهت أنها تتسوق عن طريق الإنترنت؟ لأكثر من سبب. أول حاجة الحصول على المنتجات الأصلية، أسعار أفضل، إمكانية الحصول على المنتجات الحصرية لبعض الدول، اللي مثلا في دول معينة في أوروبا وفي أمريكا عندهم بعض المنتجات إكسكلوزيف. حاليا شركات الشحن خلت العالم كله والإنترنت خلى العالم كله عبارة عن غرفة صغيرة أو قرية صغيرة، بالإضافة للتوصيل لباب المنزل. اليوم طبعا شباب احنا فخورين انه راح نعلن لكم على دوبلي. شو هي دوبلي؟ دوبلي هي اكبر بوابة تسوق الكترونية مع استرداد نقدي، طبعا اكبر بوابة استرداد الكترونية في العالم، وتقدم خدمة، الخدمة تبعتها اللي هي الكاش باك. شو الكاش؟ استرداد مالي حقيقي. طيب خلينا اول حاجة قبل ما نعرف شو هو الفكرة الكاش باك، خلينا نعرف كيف احنا نحصل على الكاش باك. طريقة الحصول على الكاش باك، اليوم أنت ممكن تستخدم آيباد، اللابتوب الخاص فيك، موبايلك، أي حاجة إلكترونية. وممكن لو أنت اليوم على سبيل المثال لو حابب تشتري مثلا تذكرة طيران، تشتري أي حاجة أونلاين، أو تحجز مثلا فندق أو أي شيء أنت حابب تشتريه، وين حتروح؟ لو على سبيل المثال خلنا نأخذ مثال بسيط، لو حابب تحجز طيارة على مثلا خطوط الطيران الإماراتية على سبيل المثال، أنت وين حتروح؟ حتروح على موقع emirates airline.ae، تمام، او .com مثلا، هذا موقع طيران الامارات. راح تروح تحجز الطيران اللي انت تحبه مثلا، او الفندق اللي انت تحبه حسب الشركه اللي انت تتعامل معها. طيب هنا في دوبل انت راح تعمل نفس الشيء تماما. اكبر الشركات في العالم اليوم مسجله تحت مظله دوبلي. ليش؟ لانه دوبلي اليوم عندها اكثر من 500 مليون متسوق في العالم، فهذه الشركات مهتمه انها تستفيد من الزبائن الموجودين عند دوبلي ويبيعوا بشكل اكبر. طيب فانت اليوم شو راح تسوي؟ لو حاب تشتري مثلا تذكره من طيران الامارات، راح تروح على المواقع والمحلات اللي انت متعود عليها. بالاضافه هذه المحلات والمواقع اللي انت متعود عليها، بعد ما تروح تشتري الشيء اللي انت تحبه، هذه المحلات راح تقدم عموله لمين؟ راح تقدم عموله لدوبلي، لانك انت من زباين دوبلي. بالتالي دوبلي شو راح تسوي؟ راح ترجع جزء كبير من هذا المبلغ لك انت كزبون كاسترداد نقدي. هذه الخدمه اللي تقدمها دوبلي. بالإضافة دوبلي راح تخلي جزء من هاي الأموال لها هي كفوائد، والجزء الآخر راح تخليه للناس اللي راح يبنوا البزنس مع دوبلي. ففي النهاية لو نيجي نشوف المحصلة، راح تلاقي أنك أنت كزبون مستفيد، المحلات المشاركة والمواقع مستفيدة، دوبلي مستفيدة،
الناس اللي حتبني البزنس مستفيده. فايتس وين 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 سيتويشن، الكل هنا ربحان، ما فيش اي شخص خسران. طيب الحين عاوزين نعرف مين هي الشركه الام اللي ورا دوبلي. طبعا احنا اليوم قاعدين نتعامل مع الشركه الام اللي هي اومنتو، الشركه القابضه. طبعا تحت اومنتو في مجموعه كبيره من الشركات من ضمنها دوبلي. طبعا دوبلي بدت في سنه 2003 في سياتل في امريكا. طبعا حاليا هذه الشركه مسجله في الناسداك. شو الناسداك؟ الناسداك اكبر موقع للتداول او اكبر مؤشر للتداول في الاوراق الماليه في العالم في امريكا. وطبعا هذا اذا دل على شيء، يدل انه انا اليوم كشركه دوبلي، دوبلي مين معاها في الناسداك؟ معاها مايكروسوفت، ابل، جوجل، ياهو، اللي هي اكبر الشركات في العالم. طبعا الشركه حاليا في عندها 9 مكاتب في العالم موجوده. بالاضافه طبعا كل هاي النجاحات اللي حققتها الشركه مين كان وراها؟ كان وراها مدير الشركه وصاحب الشركه والسي او والفاوندر تبع الشركه مستر مايكل هانسن، دنماركي. طبعا بدا حياته في الدايركت سيلينج، جمع مبلغ معين، بدا في مشاريع عقاريه مختلفه الى اخره. طبعا الشخص هذا من حبه للدايركت سيلينج والنتورك ماركتينج قال لك انا اليوم حابب يكون في عندي شركه رقم واحد في العالم. طيب لما فكر انه يكون عنده شركه وتكون رقم واحد في العالم، قال لك انا اليوم شو محتاج؟ محتاج اني احيط نفسي بناس يكون في عندهم خبره اقوى مني واكثر مني. مين جاب معاه؟ جاب معاه على سبيل المثال ناس من جروبون، من نايكي، من كوكاكولا، من طيران الامارات، طيران الاتحاد، المستشار الخاص لاربع رؤساء امريكا. اوكي، في السابق كان برضو موجود معانا السفير السويدي للولايات المتحده الامريكيه، برضو موجود معانا. في عندنا المدير الاقليمي لشركه ديزني. في عندنا مجموعه كبيره من الاشخاص والشخصيات العالميه الكبيره اللي موجودين في البورد اوف دايركتورز لشركه دوبلي العالميه. طبعا الجماعه هذول بخبرتهم الكبيره، شو اللي صار او شو اللي نتج عنها؟ اللي نتج عنها انه بعد فتره بسيطه الشركه ما انطلقت في اوروبا وفي امريكا، طبعا كثير من الجرايد والمجلات والصحف وقنوات التلفزيون بدوا يتكلموا عن الطفره اللي سوتها دوبلي في حياتهم. ليش؟ لانه الناس متعودين انهم التسوق اللي يسووه في حياتهم، الفلوس اللي يدفعوها، يرجع مقابلها مثلا خدمه معينه او منتج معين. لكن انه ياخذ المنتج المعين اللي هو عاوزه او السيرفيس المعين وفوق هذا كله ياخذ كاش باك، يعني جزء من الفلوس اللي دفعها، فكانت بالنسبه للناس هذه ثقافه جديده، عشان هيك انتشرت في اوروبا وفي امريكا بشكل سريع جدا. طبعا هذا موقع دوبلي دوت كوم. طبعا احنا شباب نتعامل مع شركتين مختلفتين، نتعامل مع دوبلي دوت كوم اللي هو خاص في التسوق وفي الشوبينج وفي الكاش باك، وقاعدين نتعامل مع دوبلي نتورك للاعضاء اللي عاوزين يبنوا او الشركاء اللي عاوزين والوكلاء اللي عاوزين يبنوا البزنس مع دوبلي. طبعا موقع دوبلي دوت كوم الميزه اللي فيه ان انت اليوم عندك الكاش باك يوصل لغايه 30%. عندنا الحين اكثر من 16,000 ماركه عالميه وموقع عالمي مسجل تحت مظله دوبلي. بالاضافه اليوم انا عندي اكثر من مليار منتج وخدمه مختلفه شركه دوبلي تعطي الاولويه للناس انهم يستفيدوا منها. فوق هذا كله طبعا شباب، الحلو في موقع دوبلي انه فريندلي، انه سهل جدا استخدام، ممكن اي شخص يستفيد منه ويستخدمه. طيب هذه طبعا بعد الماركات العالميه. احنا اليوم مثل ما ذكرنا في عندنا اكثر من 16,000، ما راح اتكلم عن كل الماركات، راح اتكلم عن بعض الماركات اللي موجوده معانا. على سبيل المثال اكسبيديا، طيران الامارات، عندك hotels.com، booking.com، هيرز، ايفز، علي اكسبرس، ديل، سيفورا، سكايب، تويز ار اس، وولمارت، شوارفسكي. طبعا هاي بعض اكبر الماركات في العالم، زائد امازون، وعندك فليب كارد وميسز الى اخره. طيب طبعا والعديد والكثير والمزيد. كيف الحين راح نستفيد من موقع دوبلي دوت كوم وراح نعمل عمليات الشراء، وكيف ممكن نسجل في هذا الموقع؟ طبعا تسجيل بسيط جدا، راح تدخل على موقع دوبلي دوت كوم، تاخذ الرابط طبعا الشخص اللي دعاك راح يعطيك دوبلي دوت كوم الرابط الخاص فيه هو عشان تسجل. حتروح تختار المتجر اللي انت، طبعا تحط ايميلك وباسوردك، تختار المتجر اللي انت عاوز تشتري منه، تتسوق، تدفع عن طريق الفيزا او البطاقه الائتمانيه اللي موجوده معك، وراح توصلك المنتجات لغايه باب البيت. كيف الحين انت ممكن تسجل في دوبلي؟ في عندنا طبعا دوبلي دوت كوم، في عندنا طريقتين. اول حاجه شباب عشان نركز، في عندنا نوعين من الناس اللي راح يتسجلوا معانا في دوبلي. في عندنا ناس راح يسجلوا عشان يسووا سيفنج، يعني توفير، وفي ناس حيدخلوا معانا عشان يسووا سيفنج توفير ويعملوا فلوس. يعني ناس عاوزة تسوي توفير بس، وفي ناس عاوزة تسوي توفير وتعمل فلوس. فخلينا نتكلم عن الفئة الأولى اللي هي الناس عاوزة تعمل توفير اللي هي سيفينج. كيف ممكن تسجل في دوبلي؟ أول طريقة مجانا. نعم مثل ما سمعتوني، مجانا.
شو حتستفيد من الباقه المجانيه؟ راح تاخذ طبعا عضويه مجانيه. هذه العضويه المجانيه راح يعطيك رابط في اكثر من 6000 محل في العالم. هذه الباقه المجانيه تحط ايميلك وباسوردك وتعيش حياتك طبيعيه وتتسوق وتاخذ الكاش باك اللي انت تستحقه. في عندنا الباقه الثانيه هي الفي اي بي، اللي هي المنتج او الخدمه اللي تقدمها شركه دوبل العالميه. شو هو المنتج او الخدمه اللي تقدمها شركه دوبل العالميه؟ اللي هو الفي اي بي ممبرشيب. شو هو الفي اي بي ممبرشيب؟ الفي اي بي ممبرشيب هي بطاقه عضويه تعطيك اكسس على اكبر اونلاين مول في العالم، تمام؟ تعطيك بطاقه دخول على اكبر اونلاين مول في العالم في كل الماركات اللي ذكرناها وكل المحلات اللي في العالم وكل المنتجات اللي انت تحتاجها. الفائده الاولى انك راح تاخذ 6% كاش باك اكثر من الباقه المجانيه. يعني لو على سبيل المثال دخلنا في موقع معين والموقع هذا يعطي المتسوق المجاني 5%، لو انت كنت عضو في اي بي راح تاخذ 11%. هذا كمثال بسيط. الميزه الثانيه انه طبعا بطاقه الفي اي بي تعطي للناس بعد شرط بسيط جدا انك راح تحصل على بطاقه ديبت كارد ماستر كارد دوبلي، طبعا بعد ما يكون في عندك الشرط هذا متوفر. هذه من ضمن الباقه. بالاضافه لهذا كله طبعا بطاقه الفي اي بي كم قيمتها؟ قيمتها $99 في العام. فوق هذا كله بطاقه الفي اي بي في عندها ميزه جدا رائعه. شو هي؟ انه في عندنا حاجه اسمها الفي اي بي لاونج. شو هي الفي اي بي لاونج؟ الفي اي بي لاونج طبعا كل الماركات والمحلات والمشاركه في دوبلي دائما راح يكون في عندهم سبيشال اوفر، عروض خاصه فقط للمتسوقين الفي اي بي اللي موجودين في دوبلي. يعني مثلا ممكن غير الكاش باك وكل الاشياء اللي راح ياخذوها ممكن ياخذ 30% توفير اكثر، 40% توفير اكثر، تمام؟ فوق هذا كله راح ياخذ الكاش باك اللي هو يستحقه. طبعا هذه واحده من اقوى المنتجات والخدمات اللي تقدمها شركه دوبلي في العالم، انها تساعد الناس انهم يوفروا اكثر على مشترياتهم الحياتيه اللي هم محتاجينها. طيب الحين شباب كيف نحصل على الاموال؟ عن طريق شركه دوبلي، عن طريق الماستر كارد الخاصه في دوبلي، عن طريق الباي بال تحولها على البنك اكاونت الخاص فيك انت. طيب الحين تكلمنا شباب عن فرصه التوفير، كيف الناس ممكن توفر مع دوبلي. الحين راح نتكلم على كيف الناس راح تستفيد من هذه الفرصه وعاوزه تكون وكلاء لشركه دوبلي وعاوزه تعمل توفير وعاوزه تعمل ارباح في اوقات فراغها. شو المطلوب منها؟ في عندنا باقتين. الباقه الاولى اسمها تيم ممبر. طبعا هذه الباقه رسوم التسجيل فيها الرخصه تبعتها قيمتها $99 مره واحده تدفعها في العمر، مره واحده فقط، تمام؟ بالاضافه انت راح تاخذ على 6 في اي بي ممبرشيب. شو هي 6 في اي بي ممبرشيب؟ طبعا احنا مثل ما ذكرنا انه المنتج اللي تسوقه دوبلي هو بطاقات الفي اي بي ممبرشيب اللي هي تساعد الناس انها توفر اكثر. طيب ال 6 في اي بي ممبرشيب احنا قلنا الفي اي بي الواحد قيمته $99، ف 6 في اي بي ممبرشيب المفروض قيمتهم كم تكون؟ $600 زائد رخصه اللي قيمتها $99، احنا وصلنا حاليا لغايه $700. ممتاز. فوق هذا كله راح تاخذ 4 كورسات تدريبيه من اكبر الاكاديميات في التدريب على التنميه البشريه وعلى الليدرشيب تريننج وعلى المهارات التسويق والماركتنج الى اخره من اكاديميه بيج آل. بيج آل واحد من اكبر المدربين في العالم، عنده اكثر من 27 كتاب باسمه في التنميه البشريه. في عندك 4 كورسات في التنميه البشريه، في الليدرشيب تريننج، في الماركتنج، في الكوميونيكيشن. هذه الكورسات موجوده فري مع الباقه هذه عشان تتعلم كيف تستخدم الموقع تبعك صح، البزنس تبعك صح، وتنطلق بانطلاقة حقيقية. ليش؟ لأنه اليوم فكرة دوبلي تقول لك اليوم أنت لازم to learn before you earn، يعني أنك تتعلم قبل ما تبدأ أنك تربح الأموال. طيب هذا الكورسات شباب لو دخلتوا على موقع بيج آل، كل موقع أو كل كورس فيهم قيمته $250. فعندك 4 كورسات مجانية قيمتها الواحد فيها 250 في 4 هذه $1,000، وقبل حسبنا $700، فمجموع الباقة هاي تقريبا حوالي $1,700. الشركة حاليا عامل عليها عرض وقيمتها فقط ب $594. هذه الباقة كلها ب $594 أمريكي. طيب نتكلم عن الباقة الثانية اللي هي باقة الناس المحترفين، باقة الناس اللي عندهم فيجن كبير، باقة الناس اللي عندها طموح عالي. ليش قاعدين نتكلم عن الباقة هاي بكل الحماس هذا؟ طبعا شباب الحين في عنا الناس أنواع، في ناس تحب تشوف الفرصة أنها صغيرة، وفي ناس تحب تشوف الفرصة أنها فعلا كبيرة كثير.
طيب شو الميزة بين الباقة الأولى والباقة الثانية؟ الباقة الأولى للناس الهواة، والباقة هذه للناس المحترفين. شو الفرق بين الهاوي والمحترف؟ الهاوي طبعا تكون أرباحه بسيطة، المحترف دائما أرباحه أكبر بكثير من الهاوي. راح أعطيكم مثال بسيط على قوة هذه الباقة. شو اللي راح تحصل عليه من خلال هذه الباقة؟ أول حاجة راح تحصل عليها أنه راح يكون عندك 30 VIP membership، يعني راح يكون عندك 30 زبون حقيقي. شو ما يسوي شوبك عن طريق الانترنت انت راح تستفيد عليه، هاي رقم واحد. رقم اثنين، في عندك خصم 50% على قسائم برنامج الشركات وراح اتكلم عنها الحين. زائد في عندنا برنامج اسمه لاندنج بيج، هذا البرنامج اللي هو اليوم طبعا كلنا احنا قاعدين نتعامل مع السوشيال ميديا، راح تحط ايميلك تمام اللي انت قاعد تستخدمه بحياتك اليوميه، بالتالي هذا البرنامج راح يجذب لك متسوقين ويعمل لك دعاية حتى وانت نايم. فوق هذا كله هذا البرنامج او هذه الباقة تعطيك الحقية انك تتعامل مع الشركات والشركات العملاقة. كيف يعني؟ راح اعطيكم مثال بسيط. لو اليوم انت عندك علاقة مباشرة مع الدايركتورز او السي اي او في سيتي بانك تمام، السيتي بانك مثلا او اغلب البنوك اللي في العالم، شو المنتجات اللي هم يقدموها؟ يقدموا لك كريدت كارد او قرض سياره او قرض شخصي او قرض عقاري، هاي اغلب القروض اللي تقدمها البنوك على سبيل المثال. طيب شو الخدمه اللي انت كوكيل في شركه دوبل اليوم وماخذ هذه الباقه، شو الخدمه اللي ممكن تقدمها للبنك؟ طبعا كنا عارفين التحديات الموجوده في الاسواق حاليا والمنافسه الكبيره بين الشركات. لو اليوم انت كلمت مدير هذا البنك او السي او تبع هذا البنك وقلت له اخي الكريم انا اليوم في عندي خدمه راح تزيد ارباح البنك، شو راح يقول لك؟ حيقول لك حبيبي اهلا وسهلا تفضل. ليش؟ لانهم عارفين التحديات والتحديات الكبيره اللي موجوده عندهم في السوق اللي هم شغالين فيه. طيب شو الميزه هاي؟ راح تسال هذا السيد سؤال واحد، حتقول له كم عدد المشتركين اللي معاكم او الداتا بيز اللي عندكم او الكستمرز اللي عندكم او الزبائن اللي عندكم؟ حيقول لك مثلا 100,000، 200,000، مليون، 5 مليون حسب كبر هذه الشركه. ممتاز. طيب هذه الشركة متى تستفيد؟ تستفيد لما الزبائن يجي عندها ويأخذ واحد من المنتجات اللي عندها اللي هي مثلا قرض شخصي أو عقاري أو كريدت كارد إلى آخره. طيب تخيل معاي اليوم هذا البنك سيتي بنك يسجل كل الناس المشتركين معه فري مجانا تمام؟ وتخيل معاي 100,000، 200,000 أو المليون كاستمر أو 10 مليون كاستمر الموجودين في هذا البنك، شو ما راح يعملوا؟ تسوق عن طريق الإنترنت، البنك راح ياخذ 30% من كل الكاش باك هذا. طبعا هذه ارقام كبيره جدا للناس اللي فعلا في عندها فيجن، في عندها طموح. طبعا هذه ارقام كبيره جدا شباب، وراح نتكلم على فائده الشخص اللي جاب البنك بعد ما اخلص. طبعا في اخر سلايد عندي في المحاضره راح اشرح شو فائده الشخص اللي جاب هذا البنك. طيب هذه الباقة بالكامل لو جينا حسبناها قيمتها تقريبا حوالي 4467 دولار أمريكي. اليوم الشركة عاملة عليها عرض ب 2475 دولار فقط تمام. طبعا هنا شباب بعد ما دخلنا وسجلنا كوكلاء في شركة دوبلي، طبعا عندك هذا الموقع من داخل، في عندك كل الأشياء التسويقية اللي تساعدك أنك تشتغل بطريقة احترافية. عندك دوبلي أكاديمي اللي هي حنشوفها مع بعض حاليا، هذه دوبلي أكاديمي اللي هي راح تعطيك كل التدريبات اللي انت تحتاجها عشان تكون محترف مع دوبلي ومع التجارة ومع البزنس اللي احنا شغالين فيه مع بعض. بالإضافة لهذا كله احنا لازم نكون عارفين كيف انتم اليوم راح تحصلوا على عمولاتكم. في عنا اكثر من طريقة للدخل. اول طريقة راح نتكلم عنها اللي هي شبكة المتسوقين تمام، اللي هي الداتا بيس تاعت المتسوقين اللي راح تبنيها انت شخصيا، وفي عندك الشركاء او الوكلاء اللي انت كمان راح تعرفهم على الشركة، وفي عندك كمان ممكن تسجل معاك الشركات او شبكة المتسوقين اللي راح يدخلوا تحت الشركات هاي، وطبعا هذه حصريا فقط للباقة الكبيرة. ممتاز. الحين طبعا شباب احنا في عنا اكثر من 8 خطط للدخل مختلفة، اكثر من 8 خطط دخل مختلفة، لكن احنا اليوم نشتغل على 4 خطط رئيسية والاربع خطط الثانية تشتغل لوحدها اوتوماتيك. شو الخطة الاولى اللي احنا نشتغل عليها؟ مجرد ما اشتركت انت اليوم راح يطلع لك يوزر نيم باسورد، راح يطلع لك لينك خاص فيك انت. هذا اللينك شو راح تسوي فيه؟ هذا اللينك الرابط مثل ما احنا شايفينه تحت، هذا الرابط راح تبدا انت تنشره. وين راح تنشره؟ تنشره في السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستغرام الى اخره، انشره لك الاجر على قولتهم. ممتاز.
راح يبدو الناس يتسجلوا معك. في ناس ممكن يتسجلوا معك فري في اي بي، باقة صغيرة في الباقة الكبيرة الى اخره، او شركات حتى. ممتاز. الناس هذه راح تبدا تجيب ناس، ناس تجيب ناس، ناس تجيب ناس الى اخره. لو افترضنا شباب انه الناس هذول سجلوا معك، خلينا نتكلم على أسوأ الاحتمالات، انه اغلب الناس سجلوا معك فرضا انهم مجانا في أسوأ الاحتمالات، واللي ببلاش كتر منه، تمام، على قولت اخواننا المصريين. طيب بلاش جاب بلاش، بلاش جاب بلاش الى اخره، بعد فتره صاروا 1000 شخص، صاروا 3000، بعد سنتين مثلا صاروا 10000 شخص مثلا. طيب هذول الناس شو قاعدين يسووا؟ هذول الناس عايشين حياتهم الطبيعيه بالطريقه اللي هم حابينها. شو قاعدين يسووا؟ اللي حاب يشتري من طيران الامارات تذكره بيشتري، اللي عاوز يحجز عن طريق هوتلز بيحجز، عاوز يشتري من نايكي بيشتري، عاوز يشتري من مثلا اتش بي بيشتري، هو عايش حياته الطبيعيه. طيب انت اليوم شو فائدتك من هذا الموضوع؟ انت اليوم راح تاخذ من 20 ل 30% من كل الكاش باك اللي قاعد تعمله الداتابيز هاي او الاورجانيزيشن هاي. طيب تعال ناخذ مثال بسيط. مثلا على سبيل المثال واحد من الاخوان، مثلا اخوي محمد معانا اليوم، اوكي استاذ محمد اليوم معانا، فرضا انت حاب تشتري مثلا من موقع برايس لاين. طبعا برايس لاين هي الشركه الام لموقع booking.com واجودا، تمام، اكبر موقعين، واحد من اكبر موقعين للحجوزات في العالم. برايس لاين هي الشركه الام. طيب حبيت مثلا تحجز، مثلا انت والعائله تسافر على دوله معينه، فرضا حابين تسافروا على لندن، تمام، تغيروا جو مثلا في الصيف، انت والعائله تقعد لكم 10 ايام اسبوعين تغيروا جو. طبعا انت لو عاوز تحجز عن طريق اي موقع، عن طريق الانترنت، الفلوس اللي حتدفعها، تمام، خلص مقابل حتاخذ سيرفيس معين او خدمه معينه وانتهينا. طيب لو فرضا انت راح تقعد اسبوعين، تمام، في لندن انت والعائله، وفرضا الحجوزات راح تكلفك فرضا 2000 دولار انت دفعتها، عشان جاي عن طريق دوبلي موقع برايس لاين، لو بنشوف انه بنلاحظ مع بعض انه قاعد يقدم كاش باك للمتسوق المجاني، انا قاعد اتكلم مش على الفي اي بي، المجاني قاعد ياخذ 9.6% كاش باك. طبعا لو كان في اي بي زيد عليها 6%. الفري قاعد ياخذ 9.6، لو ضربناها في ال 2000 دولار اللي اخوي محمد دفعها راح يرجع له استرداد نقدي 192 دولار هو اوريدي كان خسرانهم، كان رايحين عليه. طيب فهو استفاد منهم. طيب ممتاز، الحين هو كيف ممكن يستفيد من هذه العملات بشكل اكبر؟ كم انت الاسترداد المالي راح تحصل عليه؟ راح تحصل من 20 ل 30% من الاسترداد المالي اللي انت قاعد تصرفه واللي الناس اللي عندك في الشبكه قاعد تصرفه. طب تعالوا نسوي مثال بسيط. لو على سبيل المثال اليوم اخوي محمد والناس اللي معك، فرضا صار معك بعد سنه سنتين ثلاثه 3000 متسوق مجاني، تمام، في خلال 3 سنوات، وهذين 3000 متسوق كل واحد فيهم في سنه كامله الكترونيات، ملابس او طيران او فنادق او كل حاجه هو عاوزها اونلاين في سنه كامله، بس صرف 2000 دولار. طبعا 2000 دولار شباب ولا حاجه، الحين لو حبيت تشتري موبايلين اكثر من 2000 دولار قيمتهم، تمام، لو فرضنا بس صرفوا 2000 دولار في سنه كامله، هذول الناس كم راح يرجع لهم كتقريبيا كاش باك؟ مثل ما ذكرنا قبل شوي راح يرجع لهم تقريبا 192 دولار. طيب اخي محمد كم راح يستفيد من هذا، من هذه ال 192 دولار؟ خلينا ناخذ متوسط الفائده تبعتك 25%، احنا قلنا من 20 ل 30%، المتوسط 25%. طيب 25% يعني كم؟ 48 دولار. طيب ال 48 دولار اليوم لو ضربناها في 3000 شخص، يعني انت اليوم في سنه كم سويت ارباح؟ حتكون سويت تقريبا 144 الف دولار. طب شباب السؤال، هل هذا الرقم حقيقي؟ نعم حقيقي. طيب السؤال الثاني، هل كل الناس حتسوي الرقم هذا؟ طبعا لا. ليش؟ لانه في ناس اخذت البزنس هذا كبزنس حقيقي، تعلمت عليه صح، تدربت عليه صح، ممكن تسوي 10 أضعاف هذا الرقم، وفي ناس ما سوت ولا دولار. ليش؟ السماء لا تمطر لا ذهبا ولا فضة، لكل مجتهد نصيب، بشكل بسيط عشان نكون متفقين من الأول. ممتاز. طبعا هذا على سبيل المثال شباب. طيب نيجي نتكلم اليوم على خطة الدخل الثانية. طبعا شباب انتم عندكم اليوم مثل ما ذكرنا في عندنا الباقة الصغيرة اللي هي ب 594 دولار، والباقة الكبيرة ب 2475 دولار. مجرد ما سجلت اي شخص في الباقة الصغيرة راح تاخذ بشكل مباشر دايركت بونص، عمولة مباشرة 45 دولار. كل شخص تسجله في الباقة الكبيرة راح تاخذ عليه 225 دولار بنفس الوقت. طبعا انت اليوم ممكن تسجل 1 5 10 100 1000 unlimited، عدد غير متناهي
من الناس المباشرين. طيب الحين انت بديت وقمت تسجل ناس، في عند شركة دوبلي عرض مميز، شو العرض هذا؟ لو على سبيل المثال انت اليوم سجلت 3 اشخاص مباشرين راح تاخذ عليهم 45 دولار. طيب شركة دوبلي اليوم تقول لك يا محمد وكل الناس اللي معانا، لو انت اليوم سجلت 3 اشخاص في اقل من شهر لتاريخ تسجيلك لاول شخص، يعني لو سجلت 3 اشخاص في اقل من شهر لتاريخ تسجيلك اول شخص، العمولة اللي سويتها كعمولة مباشرة راح تاخذها الضعف وفوقها شوية زيادة. كيف يعني؟ لو سجلت هذول 3 اشخاص التيم ممبر اللي على اليسار، لو سجلتهم في اقل من شهر من تاريخ تسجيل اول واحد حتاخذ 45 زائد 50 دولار زيادة على كل واحد. طيب لو سجلت 3 في الباقة الكبيرة حتاخذ 225 وفوقها 250. طب لو كانوا ميكس 45 225 45 زائد 50 250 أو 50 دولار. طبعاً هذه الخطوة ممكن تسويها مرة في الشهر، مرتين، 10 100 مرة في الشهر، ما عندك مشكلة. ليش؟ لأنه هذه دورة، والدورة كل 3 أشخاص بدورة، يعني ممكن 3 أشخاص سجلهم في ساعة، في يوم، في أسبوع، في 3 أسابيع، لكن مكسيمم في شهر، وممكن تسويها بعدد غير متناهي. كل 3 أشخاص راح تفتح لك شهر جديد. طيب الحين طبعاً الخطة الثالثة راح نتكلم عنها، خطة التوازن. الحين انت مجرد ما سجلت معنا وبديت معنا كوكيل في شركة دوبلي، المطلوب منك فقط تجيب معاك 2 من اصدقائك، اقاربك من اي مكان في العالم، وتسجل واحد على ايدك اليمين وواحد على ايدك اليسار، تمام؟ ياخذوا اي باقة هم حابينها، الباقة اللي هي ب 594 او الباقة ب 2475، هم احرار. طيب بديت مع الناس هذول، الناس هذول شو حيسووا؟ عندهم نفس الكلام، نفس الكلام اللي ينطبق عليك انت ينطبق على كل الناس اللي عندك. كل واحد فيهم عشان يبدأ يكسب ويربح لازم يجيب معه واحد يمين وواحد يسار، والناس هاي حتبدأ تجيب ناس. طيب شو اللي حيصير شباب الحين؟ اللي حيصير أنه أرباح هذه العمولة أو هذه الخطوة إحنا نستفيد عليها بشكل أسبوعي. الأسبوع في دوبلي شباب يبدأ الساعة 8 صباحا يوم الاثنين بتوقيت دبي، ويسكر الساعة 8 صباحا يوم الاثنين بتوقيت دبي. هذا الأسبوع راح تشوف الشركة أخوي محمد وكل الناس اللي تحتك على إيدك اليمين وكل الناس اللي تحتك على إيدك اليسار كم مجموع المبيعات أو الباقات اللي انباعت في فريق عملك بالكامل على إيدك اليمين وعلى إيدك اليسار. فرضا هذا الأسبوع مجموع الباقات اللي انباعت 18,800 دولار، وعلى جهتك اليسار 21,600 دولار. وين الجهة الضعيفة عندك هذا الأسبوع؟ اللي هي الجهة اليمين. طيب كم راح تأخذ عليها؟ راح تأخذ 10% من الجهة الضعيفة. طيب كم يعني راح تأخذ؟ راح تأخذ 1800، المفروض هي 1880 دولار، تمام؟ راح تأخذ عمولاتك على هذا الأسبوع فقط. طيب هذه الخطة شباب عندها حد أقصى، الماكسيمم تبعها تعمل 25,000 دولار في الأسبوع على البوزيشن الواحد أو على الموقع الواحد. لو عندك أكثر من موقع ممكن تزيد خطط دخلك لغاية 25,000 دولار في الأسبوع على كل موقع. طيب ممتاز. الحين عم نتكلم على الرتب، واحدة من أهم الخطط الموجودة عندنا في شركة دوبلي اللي هي الرتب، وهذه من الخطط الرابعة والأخيرة اللي احنا نشتغل عليها. شو هي الرتب؟ في عندنا رتبة تيم ممبر، تيم ليدر، تيم كوردينيتر، سيلز دايركتور، فايس بريزيدنت وسينيور فايس بريزيدنت. طبعا شباب اليوم الرتب الستة هاي المختلفة راح تفرق بين الإنسان النشيط والإنسان أكثر نشاطا، وطبعا كل ما زادت رتبتك راح تزيد نسبة أرباحك. الحمد لله أنا في أقل من سنة شباب كنت ثاني فايس بريزيدنت في الشرق الأوسط وفي آسيا وفي أفريقيا، وما دام الحمد لله بتوفيق رب العالمين أني أنا وصلت لليوم لرتبة فايس بريزيدنت، كل واحد فيكم اليوم يقدر يوصل للسينير فايس بريزيدنت، وأنا متأكد من هذا الشيء وما في شيء اسمه مستحيل. ممتاز. الحين طبعا هذه نسبة الأرباح والعمولات، كل ما زادت نسبة الرتبة تبعتك راح يزيد مدخولك. طيب نيجي نتكلم على واحدة من أقوى خطة الدخل الموجودة عندنا في دوبلي اللي هي أرباح شبكة فريق العمل. لو فرضنا اليوم أخوي على سبيل المثال أخوي محمد سجلت معاك في شبكة النتورك تبعتك 6 أشخاص مباشرين، 3 على اليمين 3 على اليسار. طيب لو الثلاثة على اليمين ما شاء الله عليهم طاروا، تمام، وكل واحد فيهم سوى أرباح كثيرة وكبيرة، الثلاثة على اليسار بعد فترة معينة مثلا توقفوا، على سبيل المثال لو كنت شغال في شركة عادية
لو اليمين شغالين واليسار مش شغالين ما راح تاخذ ارباح. ليش؟ لانك المفروض توازن. طيب لو 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 الطرفين توقفوا ما في شيء، ما راح تاخذ ولا حاجه. لكن الميزه الحلوه شباب اليوم في دوبلي اللي حلت مشاكل كل الشركات اللي في العالم، لو اشتغلت على الطرفين والطرفين شغالين راح تاخذ عمولاتك، لو طرف واحد شغال برضه حتاخذ عمولاتك، لو ولا طرف شغال بعد فتره معينه برضه حتاخذ عمولاتك. كيف؟ خلينا نركز مع بعض. لو فرضنا اخوي محمد اليوم سجل ثلاثه على اليمين ثلاثه على اليسار، تمام، الثلاثه على اليمين طاروا، الثلاثه على اليسار توقفوا، الثلاثه على اليمين طاروا، الفرض كل واحد فيهم في الشهر مثلا بعد اربع خمسه شهور صاروا يعملوا مثلا 10,000 دولار، انت راح تاخذ 20% من دخلهم اللي هو المعتمد على اليمين على اليسار او السايكل بونص، تمام، اللي على اليمين على اليسار قاعد يسووه في الاسبوع، راح تاخذ 20% من عمولاتهم بدون ما ينقص من عمولاتهم ولا دولار. يعني لو كل واحد فيهم في الشهر قاعد يسوي 10,000 دولار انت راح تاخذ 2000 دولار بدون ما ينقص من دخلهم ولا حاجه. مش هم بس، هم وجميع المشتركين اللي تحتهم لاربع اجيال، وهذا طبعا الاجيال راح نتكلم عنها في التدريبات عشان بس ما نشوشكم حاليا. اخر خطه حنتكلم عنها شباب اليوم اللي هي ارباح شبكه متسوقين فريق العمل. طبعا احنا تكلمنا عن اخوي محمد اليوم انك انت شبكه المتسوقين الخاصه فيك انت راح تاخذ عليها من 20-30% من الكاش باك تبعهم. طيب اخوي محمد سجل مع احمد وخالد وسليمان الى اخره، اوكي، ناس مختلفين، وساره ومريم الى اخره. طيب هذول الناس كل واحد في عنده شبكه المتسوقين تبعته. اليوم محمد راح تحصل على 5-27.5% على كل شبكات المتسوقين، كل الناس اللي عندك. حسب شو؟ كل ما زادت الرتبه تبعتك كل ما زاد مدخولك من هذه الشبكه. وهذه خطه التقاعد الحقيقيه اللي احنا ندور عليها. شو هي؟ نبني شبكه من المتسوقين، ناس عايشه حياتها طبيعيه، قاعده توفر من مشترياتها اللي هي محتاجاها، وكل ما الناس توفر على نفسها اكثر محمد والناس اللي معاه تستفيد ارباح اكثر، ففي النهايه هي علاقه مرضيه لجميع الاطراف. طيب اليوم كل الناس حيجي يسالك اول سؤال، انا اليوم فرضا داخل في استثمار، فلنفرض اليوم دوبلي استثمار، انا اليوم داخل في الاستثمار هذا بيهمني اعرف متى حرجع راس مالي. فرضا انه يدفع 600 دولار او 2475 دولار، فلنفرض انها مبلغ استثمار، ومتى هذا المبلغ فيك انك انت ترجعه؟ خلنا نشوف اليوم، نتكلم مثلا على البقر الصغير على سبيل المثال، كم وكيف ممكن ترجع فلوسك؟ طبعا البقر الصغير راح تعطيك 6 في اي بي ممبرشيب، لو 6 في اي بي ممبرشيب انت بعتهم انت رجعت فلوسك في نفس الوقت. هذه اول طريقه. الطريقه الثانيه، خلنا نفرض في خلال شهر شهرين ثلاثه انت سجلت معاك 6 اشخاص، سجلت معاك 6 اشخاص خلال شهر شهرين ثلاثه، سجلت معاك 6 اشخاص، كل شخص منهم انت راح تحصل عليه على كم؟ راح تحصل على كل واحد منهم 95 دولار 95 دولار 95 دولار. فبالتالي لو جمعنا مجموع الست اشخاص 95 دولار كل واحد فيهم، انت حتكون كم حصلت؟ حصلت على المبلغ اللي دفعته وفوقه 120 دولار زياده. فكيف ترجع فلوسك في البقره الصغيره؟ انك الستة في اي بي ممبرشيب تسجل فيها ناس حابين يتسوقوا على الانترنت ويوفروا على نفسهم انت رجعت فلوسك، او الطريقه الثانيه انك تسجل 6 اشخاص في الباقه الصغيره. الحين طبعا شباب في عندنا دراسه جدوى، وكل بزنس في الدنيا عشان يكون بزنس ناجح لازم تسوي له دراسه جدوى. الحين فرضا سالنا اخوي محمد او كل الناس اللي معانا اليوم، اخوي محمد انت اليوم لو حابب تعزم معاك 2 من اقربائك اصدقائك من اي مكان في العالم عشان يكونوا مشتركين مثلك، اوكي، في البزنس هذا ويكونوا وكلاء، عشان تعزم 2 عن طريق الهاتف، مرحبا محمد، خالد، سعيد، مريم، ساره، انا مثلا عرض علي فكره مشروع وحابكم انكم تستفيدوا معي في فكره المشروع هاي، عازمكم اليوم المساء مثلا على فنجان قهوه في سيد، في شخص راح يقعد معانا يشرح لنا هالموضوع لاني انا لسه جديد، تمام، حابكم تستفيدوا معي في هالموضوع. طب شو، اعطينا فكره كذا، قول لهم والله انا لسه جديد مش عارف الموضوع بالكامل كيف بيشتغل، لكن ممكن مع بعض نستفيد كلنا من هذا الشخص. طيب جبت شخصين معاك، ممكن تعزمهم خلال تليفون، ممكن ساعه، ممكن يوم، ممكن اسبوع، خلنا نقول في اضعف الاحتمالات حتقعد شهر كامل عشان تعزم 2، تمام. طبعا هذا السيستم بطيء جدا مش سريع، انك تعزم 2 في شهر بطيء جدا. ليش؟ لاني انا الحمد لله اعوذ بالله من كلمه، انا في اول ساعه سجلت فيها كنت مسجل 18 واحد، ف2 كلام فاضي يعني ولا حاجه. طيب
خلينا نمشي على أسوأ الاحتمالات، اثنين في شهر، الاثنين سجلتهم، سجلت واحد على اليمين واحد على اليسار، للأسف الشديد الاثنين سجلتهم راح كل واحد فيهم يقعد شهر كامل عشان يجيب اثنين. طيب ونمشي على السيناريو هذا لمدة سنة كاملة، واحد يمين واحد يسار، كل واحد فيهم قاعد شهر كامل يجيب اثنين، واحد اثنين أربعة ثمانية 16 إلى آخره، مضاعفات الاثنين لمدة سنة كاملة. لو جينا بعد سنة كاملة أخوي محمد سوينا الحسبة، شو اللي راح نلاقي؟ راح نلاقي أنه عندنا 4095 شخص، اللي هي واحد زائد اثنين زائد أربعة زائد ثمانية زائد 16، كل اللاين على اليمين وكل الطرف اللي على اليسار، راح نلاقي 4095 شخص على اليمين زائد 4095 شخص على اليسار، مجموعهم 8190 شخص. طيب السؤال، هل صاحبنا هذا اللي بدأ في الأول هل هو سوبرمان جاب 8190 شخص لوحده؟ طبعا لا، هذه قوة الدوبليكيشن والتضاعف، 1 2 4 8 16 إلى آخره. طيب 8190 شخص، هذا صاحبنا اللي جاب 2 في شهر، بعد سنة كم كانت عمولاته؟ العمولات الأسبوعية اللي كان يستلمها مجموعها كلها تقريبا حوالي 184,000 دولار. يس شباب، لكن شباب السؤال يطرح نفسه مرة ثانية أقول لكم إياه، هل هذا الرقم حقيقي؟ طبعا حقيقي، لكن السؤال يطرح نفسه هل كل الناس حتسوي هذا الرقم؟ طبعا لا. ليش؟ لأنه لكل مجتهد نصيب، في ناس تعلمت تدربت اشتغلت على نفسها اجتهدت في البزنس هذا سوت أضعاف هذا الرقم، وفي ناس حطت رأسها ونامت ما سوت ولا حاجة وقاعد يدعي يا رب ارزقني وهو نايم في البيت. طبعا هذا الكلام ما في منه، هذا بزنس لازم نتعلمه صح، نتدربه صح عشان نكمل فيه صح. طبعا شباب هذا المثال احنا افتكرنا عمل، لكن اليوم لكل قاعدة شواذ. اليوم راح نتكلم شباب على واحد جاب اثنين في شهر، اليوم خلينا نحسب مع بعض كم نسبة نجاح هذه الخطة بالمية. طبعا لغة الرياضيات لغة حقيقية 100%، وهذا المثال حقيقي 100%، لكن مش كل الناس راح تطبق هذا المثال بشكل صحيح. اليوم خلينا نتكلم بشكل عقلاني، كم ممكن من الناس هذا التضاعف كم في المية ممكن ينجح؟ ناس تقول لي 50% حيمشي، 50% ما حيمشي، مثلا 30% يشتغلوا، 70% ما يشتغلوا، في ناس آخرين ممكن يقول لي 10% حيشتغل و90% ما حيشتغل، وناس الأكثرية حيقول لي يا أخي طب خلنا نحسبها على أسوأ الاحتمالات 5%، 5% من هذا التضاعف يشتغل، 5% من هذا التضاعف يشتغل و95% ما يشتغل. أنا اليوم سوي لكم عرض، والعرض هذا ما راح تلاقي مثله. شو هذا العرض؟ تعالوا نشوف مع بعض. راح نسوي دراسة جدوى لا ليوم ولا لاثنين، راح نسوي دراسة جدوى لثلاث سنوات، لأنه أي بزنس حقيقي اليوم عندنا لازم نسوي دراسة جدوى من ثلاث لخمس سنوات على الأقل. ودراسة الجدوى هذه هي كيف؟ راح أقولكم يعني خطة نجاح، لا 10% ولا 5%، راح نسوي خطة نجاح لمدة ثلاث سنوات بنسبة نجاح 0.5%، 0.5% نجاح، يعني 99.5% من هذا السيستم ما اشتغل ونص في المية فقط اشتغل. ركزوا معاي، احنا قلنا في السنة كاملة حيكون عندك 4095 على اليمين 4095 على اليسار، اضربهم في 0.5%، حيكون هذا الشخص في سنة كاملة حيكون عنده 21 شخص على اليمين 21 شخص على اليسار، كم حقق أرباح في سنة كاملة؟ 945 دولار، هذا في السنة الأولى. طيب السنة الثانية ما راح أضربها في 0.5%، السنة الثانية راح أضربها في 0.25%، أقل من السنة الأولى. السنة الثانية راح يكون عندك 441 شخص على اليمين 441 شخص على اليسار، مجموع الأرباح اللي حصلت عليها في السنة الثانية 19845 دولار. السنة الثالثة كمان راح نضربها في 0.25%. طيب كم حيكون الشخص هذا سوى؟ حيكون عنده 9261 على اليمين 9261 على اليسار، مجموعهم أو مجموع الأرباح اللي حققها في السنة الثالثة 416,000 دولار. لو جينا شباب جمعنا هذا الرقم بالكامل اللي هي السنة الأولى والثانية والثالثة، حنلاقي أنه تجاوز 450,000 دولار في ثلاث سنوات في خطة أرباح أو في خطة نجاح 0.5% وربع في المية. هذه شباب قوة التجارة الإلكترونية، لأنه اليوم إحنا قاعدين نشتغل
في عصر التكنولوجيا والتطور السريع. قبل ما أنهي شباب، مرة سألوا بيل جيتس، قالوا له ليش أنت بيل جيتس اللي هو أغنى رجل في العالم صاحب شركة مايكروسوفت، سألوه سؤال قالوا بيل جيتس ليش أنت اليوم صرت أغنى رجل في العالم؟ قالهم كلمة واحدة، قالهم أنا لقيت فرصة، كنت في المكان الصح في الوقت الصح وأخذت القرار وبديت في هذه الفرصة، عشان هيك أنا اليوم أغنى رجل في العالم. اليوم شباب خلنا نتكلم على أحسن احتمالات وأسوأ الاحتمالات، نحط كل حاجة في الدنيا في ميزان. لو جينا حسبنا أسوأ 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 الاحتمالات في كل الكلام اللي ذكرناه، أكبر خسارة خلنا نعتبرها خسارة أوكي لأي شخص ممكن يدخل معانا اليوم، أنه مثلا يدخل في الباقة الكبيرة اللي هي ب 2475 دولار، تمام؟ دفع هذا المبلغ الباقة الكبيرة، طيب شو راح تاخذ؟ خلينا ننسى كل الفوائد، خلينا نتكلم بس على 30 VIP membership. لو أنت اليوم 30 VIP membership بعتهم، أنت حترجع راس مالك وأكثر، وأكثر في 600 دولار، يعني أنت مستفيد 600 دولار أكثر من راس مالك. طيب هاي رقم واحد. لو أنت اليوم إنسان ما عندك أي خبرة لا في السيلز ولا في الماركتينج، عارف شو تسوي؟ دور على 30 شخص يتسوقوا عن طريق الإنترنت، يحجزوا طيران، يحجزوا فنادق إلى آخره، وأعطيهم هذه 30 VIP membership هدايا، أعطيهم إياها هدية. في إنسان ما بيعرف يعطي هدايا؟ كل الناس تعرف تعطي هدايا. وعلى فكرة الناس اللي ما عندها ناس تعطيهم هدايا، أول ما تقول يا ناس في عندي هدية، راح يطلعوا لك ناس من تحت الأرض عشان يأخذوا الهدية هاي. تخيل معاي، هذول الناس حيعيشوا حياتهم الطبيعية، وكل ما يتسوقوا ويرجع لهم كاش باك، أنت كمان راح يرجع لك كاش باك. فأنت اليوم في أسوأ 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 الاحتمالات راح ترجع راس مالك اللي أنت دفعته. لكن شو أحسن الاحتمالات؟ أحسن الاحتمالات كل الكلام اللي ذكرناه مع بعض. طبعا شباب راح أعيد وأكرر مقولة بيل جيتس، أخوي محمد وكل الناس اللي موجودين معانا اليوم، أنتم اليوم موجودين في فرصة حقيقية وفي المكان الصح في الوقت الصح مع الناس الصح، لكن المطلوب منكم أنكم تأخذوا القرار الصح وتبدوا مشواركم. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة اللي هي منك أنت. ليش؟ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا ما بقدر أخذ القرار بالنيابة عنك، لكن أنا ممكن أوجهك، ممكن أنصحك شو تسوي. طبعا شباب لغاية هنا أنا أعطيتكم كل حاجة عندي اليوم، طبعا عندكم أي سؤال أي استفسار أنا موجود لخدمتكم ومساعدتكم.